مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد طويجين سخون لهذا البرد هذا. كما كتعرفوا راه كاين هاد الايامات البرد بزاف، وكاينه واحد السمره هنا في مراكش ما نقول لكمش عليها. المهم غادي نبدا معكم طريقه ديال تحضير الطاجين. غادي ندوزو معكم للمقادير ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا المقادير عندي هنايا. شريحه هنايا الشريحه، شديت الثومه نصيصات ديال الثومه وعمرتهم بهم بحال الطريقه هذه كما كتشوفوا هنايا. وعندي هنايا القوام، عندي سكنجبير وابزار وخرقوم ملح وشويه ديال الزعفران الحر، وعندي عواد القرفه، عندي عواد ديال القرفه، وعندي القرفه مطحونه بالنسبه للقوام. عندنا هنايا اربعه ديال البصلات كما كتشوفوا، عندي دروس ديال الثومه باقا بقشورها كما كتشوفوا هنايا، وعندي هنا القزبور والمعدنوس وواحد الدرس ديال الثومه دقدقتهم مع بعضياتهم، وعندي كاس ديال الزيت ديال زيت الزيتون كما كتشوفوا. عندي الشريحه هنايا اللي ما عمرتش باقا مرقداها في الماء، لان الشريحه قبل ما تجيبوها خاصكم ترقدوها في الماء باش ترطب. ملي تجيو فين تنصبوا غادي يعني ديروا. وعندي هنايا اللحم كما كتشوفوا، لكم اختيار، يقدر ديروا يعني دجاج بلدي، ديروا شي حاجه يعني قنيه بلديه. انا غادي ندير اللحم وانتم لكم الاختيار، ديروا الحاجه اللي بغيتو. غادي ندوزو اول حاجه، غادي ندير البصله هي الاولى، غادي نقطعها دوائر كما كتشوفوا معايا هنا. على هذا الشكل هذا باش يجيكم الطاجين معسل وسميتو. داكشي علاش انا درت اربعه ديال الريوس ديال البصله، حيتاش البصله كتذوب وكتجي زوينه مع الشريحه. المهم دابا غادي ندوزو نحطو شويه ديال القزبور ومعدنوس بحال هكا. غندوزو نحطو في هاد القوام، ما غاديش نكثر بزاف ديال القوام بحال هكا. شويه الابزار، سكنجبير، شويه تاع الخرقوم، شويه الملح، دابا غادي ندوزو نحطو اللحم. ما تجيش عيا راه ضربني شويه البرد، كتسمعوا الرواح نيو فيهم الرواح والله العظيم. دابا غادي نحطو اللحم هنايا وغادي نقرد فوق منو هاديك البصله وداكشي، وغادي نحط غادي ندير الزيت. بحال هكا غادي نعاود ندير عليه شويه الملحه، سكنجبير وشويه الملحه وشويه الخرقوم. يعني انا كنفضل ما نكثرش بزاف ديال القوام باش ما يحلاش، الا كثرتي القوام في الطاجين ما كيجيش بنين. عاودوا ديروا شويه القوام. غنديروا دابا الزعفران حتى هو راه درته، وغادي نخشيو هذوك العويدات ديال القرفه بحال هكا. كديروا الملحه كلشي مع بعضياته بحال هكا. دابا غادي نقردوا هذيك البصله وغادي نحطوها من الفوق. هنا من بعد ما قررت البصله رميت عليها شويه القزبور ومعدنوس شويه الثومه، دابا غادي نضيف عاوتاني شويه سكنجبير والخرقوم وشويه الابزار وداك شويه تاع الزعفران عاوتاني من الفوق. يعني كل طبقه كندير فيها شويه تاع القوام باش تكون فيهم البنه. دابا غادي ندوز غادي ندير شويه القرفه عواد على البصله على الشكل هذا. دابا غادي ندوز الشريحه، غنبدا نستفها. طاجين بلدي وصحي، كيجي لذيذ بزاف وكيسخن في هذا البرد كما كتشوفوا هنايا.
هذه الشريحه اللي عامره بهاد الشريحه هذه اللي درت دابا، هذه عامره بالثومه. دابا غادي نضيف الشريحه الاخرى اللي ما فيهاش الثومه. انا راه فزكت هاد الشريحه باش تجي ساهله في الطياب. هاد الشريحه هذه ديك الشريحه الصغيره كلينه كتفزقوها في الماء راه كتجي لذيذه في الطياب. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه، راه ساهل وبسيط والطريقه اللي هي سهله وسخون مزيان كما قلت لكم للبرد. والمقادير راه يعني القوام راه كديروا غير واحد الشويه كما قلت لكم، ما تكثروش القوام في الطواجن حتى البنه ديال الطاجين كتكمل في القوام. الا كثرتي فيه القوام بزاف راه ما كيجيش بنين، الا درتي القوام قليل راه كيجي طاجين بنين. دابا غادي ندوز معكم، غادي ندير الثومه بقشورها كما كتشوفوا هنايا. غندير كل وحده في بلاصه، حتى هي كتطلق واحد النكهه اللي زوينه بزاف. كتشوفوا معايا الطاجين ديالي هو هذا. غادي نشد واحد الثومه كبيره ونحطها هنا في الوسط وغادي نحط فوق العافيه يطيب. كنتمنى انه يعجبكم، راه ساهل كما قلت لكم وتقدروا تصاوبوه، يعني تصاوبوه في دقائق، يعني ساهل جدا ولكن راه سخون بزاف وصايب سخون بزاف. هذا الطاجين هذا راه غادي يعجبهم وكيجي لذيذ لذيذ بزاف. وبقوا معايا حتى يطيب ان شاء الله. دابا غنحطو فوق المجمر. هنايا من بعد ما حطيتو فوق المجمر غادي نضيف ليه واحد نص كاس يعني ربيع ديال الماء باش ما يتحرقش ليا. هاد الماء هو اللي غادي نضيف ليه صافي، لانكم كما كتعرفوا الطياب ديال العافيه كيجي زوين وكيطلق الماء، البصله كتطلق الماء. ها نتوما المهم غادي يبقاو معايا حتى الاخر تشوفوا الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. دابا غادي نشوفوا الطاجين فين وصل وغادي نوريكم واحد الطريقه باش تجي ديك البصله معسله. بقاو معايا غادي نوريكم دابا. ما تديوش على صوتي راه ضربني البرد، مروحه واحد شويه كما كتشوفوا معايا هنا راه تيتبخ. غادي تبداو تشدوا شويه هاد المرقه هذه اللي تتكون يعني فيها الزيت وفيها البلول، غادي تبداو تخوها على البصله باش تدخل هذيك البنه ديال هذاك المرقه في البصله باش تجي البصله حتى هي معسله وبنينه. كما كتشوفوا هنا راه كيطبخ. ها هو كما قلت لكم غتبقاو تجيبوا شي معلقه وغادي تبداو ديروا بحال هكا على كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. الطوجين ديالنا هو وجد كما كتشوفوا معايا، هو هذا الطوجين ديالي راه وجد بالصحه والراحه لكم وليا. راه تعسل خليته حتى تعسل. هذا الطاجين هذا راه مزيان هاد الوقيته ديال البرد، راه كيسخن مزيان كما كتعرفوا. المنافع ديال الشريحه والثومه اللي كيطلع ليه الطانسيو وما قادش على الثومه ما يكثرهاش، ولكن راه ما تتبقاش فيها ديك النكهه ديالها مع الشريحه، كتحيد ليها كتولي بنينه وكتولي دايره كالزبده ملي كطيب. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتديروا هذا الطاجين هذا، راه طريقته سهله سهله بزاف وراه التحضير ديالو كما شفتوا راه يعني في دقائق كتصاوبوه. كنتمنى انه يعجبكم الفيديو ديال اليوم وشكرا لكم بزاف.